حصل ويحصل يهزأ بالمعقول. جريمة الإبادة الجماعية وإعجاز المقاومة ضدها. فالتحية لغزة ومقاوميها وشهدائها، التحية لنواب المجلس التشريعي الفلسطيني الذين سقطوا في غزة ولم تسمع ردود الأفعال على هذه الهمجية، والتحية التي سبقني إليها الزميل جهاد إلى جنوب أفريقيا، التي جمعت مضامين الوجدان البشري وصاغت موقفاً حقوقياً يعيد الاعتبار لاحترام إنسانية كل إنسان. قتل إنسان دون مبرر قتل لكل الناس في شرعنا وديننا وأخلاقنا. هذا ما فعلته إسرائيل 30,000 مرة بالقتل، وفعلته 60,000 مرة بنصف القتل بالجرحى. هذا الأمر الذي لم يدان كما يجب في العالم ربما غطت بعض من القصور والتقصير جنوب أفريقيا على كل دعاة التفوق الأخلاقي. من جنوب العالم إلى جنوبنا، حيث الشراكة في موقف الحق والذي جعلنا جديرين بإرادة المقاومة والدفاع عن الوطن في وقت استغلال إسرائيل للدعم الدولي لممارسة شيطنتها. العدو هو الذي اختار أن نكون في قلب اللهيب، وهو خيار متجذر في نظرته إلى الوجود في المنطقة. هو استهدف فلسطين، فلسطين مهد الديانات المسيحية والإسلامية. هو خيار متجذر مارسه بحروب إلغاء منظمة، ووضع لبنان دوماً في موقع المرشح لنفس الأمر. لتنشيط الذاكرة خارج الضوابط، مجازر هذا الكيان مفتوحة منذ 48 لا اعتبار للقرارات الدولية. في نيسان 96 تفاهمنا في تفاهم نيسان على حماية المدنيين، لم تسكت مجازره حتى اللحظة الأخيرة، واستمرت بعدها في 2000 والألفين وستة حتى 1701 الذي بدأ بخرقه من لحظة صدوره مقابل التزام لبنان واستعداده الدائم كما عبرت قيادته السياسية للالتزام بمضمون هذا القرار. للأسف البعض يتحدث عن إرسال الجيش إلى الجنوب إلى الحدود، وأن هذا ربما كان قد أغنانا عن عدوان إسرائيل، فقط لمعرفة من لا يعرف حقيقة الأمور في المنطقة لاطلاعه أن الجيش اللبناني مراكزه على الشريط الشائك مع العدو الإسرائيلي، ودورياته في كل المناطق الحدودية مع قوات اليونيفيل ينتشر في كل المنطقة قبل 27 ويمارس دوره كما يجب أن يكون وكما ينص عليه القرار 1701. أيها السادة، الرايات البيض لا تطفئ غرائز الذئاب، وحدها المقاومة والصمود والرفض هو الكفيل بردع هذا العدو عن أرضنا. إسرائيل فرضت علينا المقاومة، وهي التي تتحمل مسؤولية الواقع على حدودنا. دولة الرئيس يجب أن لا يعمي تعمين الفوضى السياسية والدستورية عن التذكير والالتزام بالثوابت الوطنية التي تحمي الوطن ومكوناته.
وتنظيم علاقات الأطراف والقوى مع بعضها البعض بالعقد الاجتماعي والسياسي الذي اتفقنا عليه في الطائف. نحن ككتلة نيابية وكحركة سياسية نجدد الحرص على هذا الاتفاق وعلى تطبيقه وضمانته للشراكة الوطنية التي تحمي صيغة العيش الواحد، والتي لا تحتمل أن يستخدمها كل منا وفق مصالحه ولحساباته الخاصة وبما يخدم مصلحة اللحظة السياسية التي تناسبه. الشراكة هي روح لبنان، وهي التي تعنينا على الدوام. إن قدرنا أن نحمي وجودنا في هذا البلد. لا قيمة لأحد منا بمعزل عن قيمة وقوة الآخر، ولا مجال هنا لفكرة القوة وفائدها في علاقاتنا مع بعضنا البعض، لأن قوتنا من بعضنا البعض ولبعضنا البعض. لا تستقيم أمورنا بالتصنيف الدائم لبعضنا واحتكار الوطنية والفضائل واختراع العداوات. نحن من جهتنا دوما يقول دولة الرئيس نبيه بري: لا أعداء لنا بين اللبنانيين. يوجد خصومات، ويجب أن تحول هذه الخصومات إلى عامل غنى للبنان، لثروته الحقيقية في التنوع وتوظيف هذا التنوع من أجل تعزيز دوره وموقعه الوطني وعلى مستوى العالم. نحن مرجع الأمر في كل مواقفنا هو حدود المصلحة العامة وحياة اللبنانيين. نحن معنيون باستكمال الطائف، بتحقيق اللامركزية الإدارية الموسعة كما نص عليها هذا الاتفاق، وبتشكيل مجلس شيوخ، وإعادة النظر بقانون الانتخابات، وبضرورة إعادة النظر وقراءة التجربة الاقتصادية والمالية التي يجب أن تجيب وتنطلق وتجيب على أي دولة وأي نظام نريد في المستقبل. نحن حريصون على من نختلف معهم، حرصنا على من نتفق معهم، ولا نخاصم إلا لحق وطني. هذا موقفنا حتى مع من يرفعون السقوف السياسية والشخصية ضدنا. من هذا المنطلق نعلم جميعاً أن مشكلة الدخول بالموازنة كمنطلق للحلول من دون الالتفات إلى إعادة انتظام الحياة السياسية هو عبث، وربما لا يستجيب مع تطلعات الناس. لهذا نعم، نحن نريد انتخابات رئاسة الجمهورية، ونعي تماماً أن موقع الرئاسة ليس تفصيلاً في الحياة السياسية، ونحن عشنا تجربة في حكومة سابقة بغياب الرئيس، ورأينا كم أن هذا النظام بتركيبته يحمي ويحوي توازناً دقيقاً بين كل السلطات والهيئات والإدارات. نعم، هذا الأمر يحتاج إلى تفاهم. كان دولة الرئيس بري أول وأكثر من قدم طروحات ودعا مرة واثنين وعشرة وثلاثعشر إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وقدم نعم كما أورد بعض الزملاء في حديثهم حول صيغة الحل أننا مستعدون للحديث عن تفاهم أشمل لنسهل عملية الانتخاب، ليس على قاعدة محاصصة ولا على قاعدة لاستفادة موقع على حساب موقع، بل لتسهيل الوصول إلى تفاهم على انتخاب رئيس جديد للجمهورية. هنا نسأل
من عطل فكرة التواصل أو الحوار، ومن ما زال يكابر في رفض التفاهم. فلو أننا استفدنا من تلك الفرص ونجحنا في واحدة منها وآخرها ما عرضه دولة الرئيس، لكنا الآن نناقش موازنة في حضور وولاية رئيس جديد للجمهورية. نحن نريد التفاهم، وندرك أنه لا طريق غيره، ومن يعتقد بغير ذلك لا يعرف الواقعية ولا يعرف البلد وتركيبته وتوازناته، خاصة في هذا المجلس النيابي. جرى الحديث دولة الرئيس كثيراً عن عمل الحكومة. واجب الحكومة أن تعمل وتجتمع وتتخذ القرارات التي توجد الحلول لمشكلات اللبنانيين. القول بتصريف الأعمال كما يفسره البعض يصح في الحالات الطبيعية، حين تكون الحالة الدستورية والمؤسساتية منتظمة، أو حين يطرأ إضراب محدود في مواقيتها. أما مع شغور لسنتين فالدستور لم يلحظ معادلة شغور مستمر، والمعنى الضيق لتصريف الأعمال بالتأكيد لا يجيب على ضرورات الفراغ الطويل والمستمر هذا. واجب الحكومة أن تعمل، والقول بعكس ذلك يتعارض مع المنطق الطبيعي لوظيفتها خارج الفراغ وفيه. بالنسبة للموازنة، وبغض النظر عن رأينا بها والتغييرات في لجنة المال والموازنة، فإن الحكومة وحدها من يستطيع تقديم مشروعها، ومن خلال عملها تسعى إلى تنفيذه. العمل المستمر هو واجب، معالجة الفوضى الدستورية ضرورية، لكن لا تعطل عمل المجلس في إقرار القوانين وعمل الحكومة في إدارة شؤون الناس. اسمح لي دولة الرئيس أن أقول لمرة جديدة أن السردية التي يتناقلها البعض عن تجربة 2014 في توقيع 24 وزيراً هي نكتة لم تحصل ولم يتم الاتفاق عليها. ربما مورست في الأيام الأولى، لكن أنا أقدم لهذا المجلس عشرات من المراسيم التي مضى عليها، وقع عليها 10 وزراء أو 5 وزراء أو 3 أو 20. لم تكن هذه قاعدة دستورية وللتاريخ. دولة الرئيس نبيه بري يومها خاطب رئيس الحكومة الرئيس تمام سلام وقال أن هذا الأمر هو عرف لا يمكن الاعتداد به، وما تقدمون عليه يخالف المنطقة الدستورية والتشريعي. دولة الرئيس، نحن قادرون على إيجاد الأجوبة على كل أسئلة الدولة وقيامها إذا رفعنا مستوى خطابنا الوطني وجعلناه في الأولوية، وليس الاستمرار في التوغل في الصراعات السياسية. الصراعات تثقل على الكيان الوطني بما يفوق كلفة الأزمات المالية. بنفس هذه الإيجابية ولحمايتها نقول: لا ينفع الهروب بالشعارات المستهلكة، لا تفيد المحاضرة بالمثل لمن تربى على أكتاف المصارف والشركات والأجهزة لكي يبيض صورته أو يحمي ما رسم له في الرأي العام. فلنتصارح بالحقائق والمعطيات والقوانين، ولنبتعد عن الغوغائية، وأن لا نختار من الدستور والقانون ما يخدم مصالح كل فريق. نحن تخلينا كثيراً عن خصوصيات. ذهب الرئيس نبيه بري مراراً إلى التخلي عما هو خاص لمصلحة ما هو عام ولحماية الوحدة والشراكة. دولة الرئيس، في الموازنة هناك نقاش في المواد، كما عالجناها في لجنة المال والموازنة
سنخوض نقاشاً حول بعض المواد في خلال بحثها، لكن أود بسرعة أن أمر على بعض النقاط من ضمن الوقت المتاح لي. الكثيرون تحدثوا عن غياب الرؤية الاقتصادية والمالية في الموازنة، هذا غير دقيق. الخطط والرؤى لا توضع في الموازنة، الخطط تضعها الحكومة في قوانين مستقلة، والموازنة تأتي في سياقها وترجم لهذه الخطط. الموازنة في كل الدنيا لا تعكس رؤية الدولة، هي تعكس الخطة المقررة من قبل الدولة، لا تحوي الخطة بذاتها. الموازنة التي بين أيدينا لم تجب على معالجة واقع حقيقي أصبح ماثلاً، هو أن 85% من اللبنانيين فقراء، وأن 55% منهم تحت خط الفقر. هناك أسئلة دولة الرئيس، رئيس الحكومة، يجب أن ننطلق من الإجابات عليها. سعر صرف الدولار، منذ نشوء لبنان هناك آليات لتحديد السعر، نحن لسنا مسؤولين كمجلس نيابي عن هذا الأمر، والحكومة يجب أن تبادر مع المصرف المركزي وزارة المالية إلى اتخاذ القرار المناسب على هذا الصعيد. الأمر الآخر دولة الرئيس، سعر الدولار المصرفي، هل يعقل دولة الرئيس بري أن اليوم كل مواطن لديه وديعة يدفع 1600 دولار شهرياً ليحصل على 23 مليون ليرة على 1500 على 15,000؟ نحن دولة الرئيس بحاجة إلى صياغة مقاربة جديدة لسعر الدولار المصرفي. أتمنى دولة الرئيس ونائب الرئيس الاهتمام بهذا الأمر. كل الموازنات لا قيمة لها إذا لم نعالج بعض العناوين الأساسية. في الموازنة هناك فجوات حقيقية دولة الرئيس لا يمكن تداركها من دون الحكومة. أين تسجيل حسابات مستحقات الديون؟ في كل الموازنة ديون مصرف لبنان، ديون الخارجية، ديون القيود، هي خارج الموازنة. حتى الآن لا يوجد أي قيد يتعلق بها. حاك دولة الرئيس، أين عجز الكهرباء الذي أوقعنا وما زال في أزمة كبيرة؟ كيف نستطيع أن نتحدث عن موازنة متكاملة في غياب تسجيل هذا العجز؟ علماً دولة الرئيس أن هناك جبايات الكهرباء، كل جبايات الكهرباء تحول اليوم إلى مؤسسة كهرباء لبنان، في مقابل أن الدولة تدفع كل ثمن الفيول لكهرباء لبنان. كيف يعقل هذا الأمر عندما لم يكن هناك تحصيل وجباية؟ ربما هذا الأمر مقبول، لكن الدولة اليوم تدفع ثمن الفيول والمؤسسة تجبي آلاف المليارات تحت عنوان التشغيل. أين دولة الرئيس تسجيل ديون الفيول العراقي؟ هذا إنفاق يسجل في مصرف لبنان فقط خارج قيود المالية العامة. دولة الرئيس، سمعت أحد الزملاء يتحدث أن يجب أن تمسك القيود في مصرف لبنان. إيانا أن نقع في هذا الأمر. مصرف لبنان إدارة مستقلة يجب أن تبقى خارج إطار حسابات الدولة كدولة. هذا الخلط الذي وقعنا فيه في مرحلة سابقة أدى بنا إلى ما وصلنا إليه. هناك أمران مستقلان مختلفان عن بعضهم البعض، المال والنقد. مصرف لبنان معني بالإدارة النقدية، أما تسجيل الإنفاق هذه مسألة ترتبط بصلب عمل الحكومة. دولة الرئيس، لم يمر أي إشارة إلى تكلفة النفط أو الفيول العراقي وهو تجاوز أو وصل إلى حدود المليار دولار. دولة الرئيس، الموازنة يبدأ انتظامها وحسن إقرار موادها من معالجة وضع الاقتصاد. علينا أن نعترف أن الأزمة عميقة ولم تتخذ إجراءات حقيقية.
ردة الفعل لن تكن على مستوى المشكلة، تراشق مسؤوليات حول الخطة، حول خطة التعافي، إعادة هيكلة، إعادة الانتظام المالي ومعالجة أموال المودعين. الفجوة المالية على هذا الصعيد، هيكلة المصارف، ترتيب النظام النقدي والمصرفي والمالي، إدارة أموال وممتلكات الدولة بحوكمة رشيدة. هنا مسؤولية الحكومة عن إعداد قانون دولة الرئيس، أتمنى على نائب الرئيس تسجيلها، إعداد مشروع قانون لإقرار القروض وتسديدها بالعملة نفسها، والتي تعيق حتى اليوم عملية الاقتراض من البنوك. لو سمحنا المجال لقروض الإسكان وحدها، قروض الإسكان تشغل أكثر من 38 مهنة في لبنان. نعم، دولة الرئيس علينا أن لا نرمي المسؤوليات على بعضنا البعض في الخطة، وأن نتحول جميعاً إلى ورشة عمل واحدة بين المجلس والحكومة. هنا أريد الإشارة دولة الرئيس إلى أمر طالما أشرت إليه في سنوات سابقة، هو القوانين المقررة وعدم تطبيقها. المجلس أقر كل القوانين المرتبطة بمكافحة الفساد، رفع السرية المصرفية، المحاسبة، والتدقيق الجنائي. يبقى الأمر في المراسيم التطبيقية وفي التطبيق. نحن وفي معرض الإجابة على حديث على الضريبة على الدعم، نذكر أننا قد اقترحنا دولة الرئيس قانون التدقيق الجنائي حول المستفيدين من الدعم. نحن قدمنا ككتلة هذا الاقتراح، هذا القانون. استهلكوا أكثر من 10 مليارات من الاحتياطي. الكل يعرف ارتباط شركات النفط والدواء، حتى ببعض السياسيين وربما البعض الموجود أو ممن كانوا موجودون في هذه القاعة. نعم، نحن نريد إجراء تدقيق جنائي حقيقي بالذي أدى إلى استهلاك أكثر من 10 مليارات دولار من الاحتياطي. دولة الرئيس في موازنات 2017-19 تضمن الكثير من الإصلاحات المرتبطة بعمل القطاع العام ولم تطبق، وطرحنا دعم أجهزة الرقابة ولم ينفذ هذا الأمر. أمر آخر، لأن قطع الحساب أخذ حيز، أنا ملتزم بالخمس دقائق دكتور رئيس. هو كتب لي خمس دقائق. دولة الرئيس جرى حديث حول قطع الحساب. لبعض الزملاء نقول أننا بكل شرف وجرأة نقول ككتلة تنمية وتحرير وكتمثيل في الحكومات السابقة، قد أنجزنا بعد طول انقطاع حسابات الدولة اللبنانية من سنة 93 حتى 2017. أكثر من ملايين الأوراق والمستندات قدمت ووضعت بديوان المحاسبة. قطع الحساب قد أنجز وأرسل إلى ديوان المحاسبة للتحقيق، وهو يقوم بواجبه تباعاً من أجل إصدار هذا الأمر. دولة الرئيس، أريد أن أتحدث في بعض الاقتراحات التي لم تعالج في الموازنة، موضوع القطاع العام. القطاع العام دولة الرئيس، نحن لم نؤمن الحد الأدنى المقبول للقطاع العام في لبنان. اليوم هذه شماعة حول أن أزمة البلد كلها من القطاع العام. فليعرف السادة الزملاء أن كل موظفي الإدارة اللبنانية لا يتجاوزون 10,500 موظف إداري وأجير ومقدمي خدمات ومتعاقد. المشكلة الفعلية أو القضية الفعلية، ليست المشكلة هي في المتقاعدين 116,000، القوى العسكرية 115,000، والتربية التي فيها عدد كبير من الأساتذة يتجاوز 17,000. المشكلة هنا أو القضية هنا للمعالجة. أما فكرة رمي الأمر على القطاع العام، هذا فيه ظلم
لكثير من الإداريين الذين نطالبهم بالقيام بواجباتهم من أجل النهوض بالدولة. نعم، نحن طرحنا صيغة بال 2018 لإعادة تنظيم كل هذا الأمر انطلاقاً من نظرة جديدة لمسألة التقاعد والحماية الاجتماعية. لهذا دولة الرئيس، تعويضات القطاع العام غير محتسبة، أساس الراتب ما زال على 1500، تعويضات الزوجة والأولاد 60,000 ليرة، تعويضات نهاية الخدمة ما زالت تحتسب على أساس 1500. 40 سنة في الوظيفة والموظف تعويضه أقل من 700 دولار. تعويض الزوجة اليوم 60,000 ليرة لبنانية، أي ما يعادل أقل من نصف دولار أمريكي. دولة الرئيس، نعم هناك أمور سنناقشها في عند البحث في الموازنة، لا سيما المادة 93 وتأثيرها على الضمان الاجتماعي. الزميل حسين الحج حسن.